بهدفين مقابل لا شيء، تقدم مستحق النادي الاهلي على الاتحاد المنستيري في الشوط الاول. الهدف الاول احرزه احمد عبد القادر في الدقيقه 14 مهاره فرديه رائعه، وتلا الهدف كورتين من محمد شريف تقريبا طبق الاصل، هدفين ضائعين محمد شريف، وبعدين حمدي فتحي استغل ركله ركنيه واستغل خطا حارس المرمى واحرز الهدف الثاني براسه في الشوط. كانت الغلبه فيه اداء ونتيجه لصالح النادي الاهلي. ان شاء الله نستمر الشوط الثاني، عايزين نزود باذن الله رب العالمين. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف راي محللنا الكبار في احداث الشوط الاول فنيا. انتظرونا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، في تقدم مستحق للنادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت، هدفين وفرصتين ضايعين مؤكدتين يعني محمد شريف. انما ايقاع اللعب وسيمتريه اللعب زي ما انا اتفقت معاك في اول مباراه، مفيش صانع العاب في الملعب خالص. هي محاولات الاطراف، وخاصه زي ما كل الكباتن قالوا واحنا كلنا قلنا، بتبقى من ناحيه الشمال كلها اللي هي ناحيه علي معلول واحمد عبد القادر. لم يستغل محمد شريف فرصته ان هو في العوده كورتين يعني كان لازم يتعامل بيهم في ظل مباراه زي دي بشكل احترافي اكتر، او بشكل سترايكر احسن من كده، لان ده مكانه. وبعدين راجل متمرس وعارف طريق الجول كويس، يعرف يجيب جول، يعرف يجيب جول يعني. مش صحيح. مش جايين النهارده نختبره او نقيمه. مهمه جامده قوي على الجهاز الفني بتاعنا، زي ما انتوا كنتوا بتقولوا احنا امتى هيكون عندنا الرؤيه الشامله للعناصر الجيده. لابد ان يكون عندك بلاي ميكر في الملعب. لسه برونو سافي وما فيش اللمسه ولا الاستلام ولا الشكل اللي عامل رؤيه، مش زي قفشه مثلا. لا، قفشه لعيب حاجه تانية الحقيقه. فاكيد هيبقى قفشه موجود، اكيد حسين الشحات هيكون له دور في التدعيم في شكل الملعب. ونشوف بعد الشوط الثاني لينا كلام اخر يعني. اعتقد ان التغييرات هتعمل شكل احسن. صحيح. يمكن هنا في نتيجه، انما ان شاء الله هتبقى نتيجه وشكل احسن في التمركز والاستحواذ بقى، وتشوف طبيعه الاهلي في ادائها الجيد يعني. ردود افعالك كابتن بعد الشوط الاولين. افعال نتيجه كويسه. طب بالنسبه للاداء؟ لا مش مطلع. انا مش عاجبني الاداء. الاحترام يعني في ناس بتبص على النتيجه انك كان بس على فكره نتيجه طبيعيه. أيوة. لو هنتكلم كوره نتيجه طبيعيه جدا 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 متوقعينها واتكلمنا عليها. صحيح. في الاستوديو قبل المباراه. لكن انت خلاص النتيجه الحمد لله مش قلقان منها، لكن انا عايز اطمن على اداء لعيبتي. بص يا ايمن، المباراتين دول ممكن يخدعوك، لانك بتلعب فريق يعني امكانيات متواضعه جدا جدا جدا، فممكن تبني انت مستوى بعض لعيبه على الاداء ده. بس ده مش ده مش ده مش ده مش ده المستوى اللي انت هتلعب ضده، خصوصا في الدوري العام. الدوري العام السنه دي كلنا متفقين هيبقى صعب فارس. جدا كله مدعم كويس قوي، هتبقى ماتشات مباريات صعبه جدا. مزبوط. فانا دايما بطمع للمستوى الاحسن. لسه احنا في بدايه موسم، عشان مفيش حد يقول لي احنا لسه في بدايه موسم. لكن انا دايما بطمع ان المستوى يبقى احسن مهما كان الفريق اللي بيلعب امامك متواضع. بالعكس، انت يبقى تظهر مهاراتك وقدراتك اعلى من كده بكتير بكتير، خصوصا الصفقات الجديده. لازم تقول انا استحق موجود في النادي الاهلي. عجبك بعض الامور الفنيه داخل الملعب الشوط الاول، ايه اللي ما عجبكش؟ اللي ما عجبنيش كتير. اللي ما عجبنيش كتير قوي، بس انت يا ايمن انت مختزل كل طريقه لعبك علي معلول. نفس الكلام اللي حصل الشوط الاول قلنا عليه قبل كل المباراة. اللي اتكلمنا عليه في الاستوديو هو علي معلول، بس عشان مش عايزين نتكلم كتير هنتكلم اكيد بعد المباراه ان شاء الله. لكن لازم يبقى في تنويع. لازم يبقى في تنويع. التنويع مسؤول عنه بلاي ميكر عندك رقم 10 اللي بيتصرف لك في مجريات اللعب في ال 30 يارده الاخيره، اللي هو من المفترض اللي بيقوم بيه برونو سافيو اللي هو مش موجود حاليا، عليه علامه اكس. انا لسه يعني ما اعرفش. انا سافيو على الاطراف اعتقد يبقى مفيد اكتر. يبقى مفيد اكتر. كابتن اسامه. طبعا الشوط الاولاني احلى ما فيه جونين. انك انت جبت جونين. الماتش الشوط الاولاني حماس كبير جدا والتحامات قويه، وتحس ان في
عفرته شويه، يعني اللعب مش متسيطر عليه، مفيش استحواذ وسيطره ووضوح وتمريرات بينيه وتنويع لعب في الجناب. هو زي ما علاء قال والكابتن شريف انه متمركزه في ناحيه علي معلول اللي هو بيلعب بمخه. أيوه. يعني حط كورتين لتحت لشريف، اتعامل معاهم وحش، الكوره بتاعت الجون بيفكر. صح. رغم ان هو جهده مش زي طاقه علي معلول من سنتين مثلا. أيوه. لكن بيفكر. في المقابل زي ما قلنا في حماس كبير قوي ناحيه اليمين، بس كلها تخبيط وضرب من طاهر واكرم توفيق، في حماس وجري بس ما فيش انتاج. طبعا صناعه الالعاب مش موجوده خالص، برونو سافيو مختفي تماما. نتمنى انه هو مع الماتشات يتحسن ويخش مع الفرقه ان شاء الله يعني. بس لكن هو من الملاحظ حاجه في حته اكرم توفيق، لان انا لاحظتها في اكتر من لعبه، يعني شغال بحماس جامد جدا. لا وتقريبا معظم الهجمات اللي بتتلعب عن طريق علي معلول ناحيه الشمال، اكرم بنلاقيه ضم من لجوه مع منعم ومع ما هو بص متولي. ايمن، في اسلوبين للمدربين، في مدربين بيطلعوا الباكين على الخطوط في نفس الوقت، حتى في طريقه 4 2 3 1، مش في 3 4، مش في 3 4 3 بس. وفي مدربين بيحبوا لما الباك الشمال مثلا زي علي معلول واحد يخش في القلب يشتغل الباك نص ملعب جنب السنتر اصل دي اسامه بتعتمد على الفريق المنافس في كام لعيب مستني. صح، انت فاهمني؟ في بس كبير طبعا. يعني دي طبعا برضو متوقفه على هل كم مهاجم مستني، لكن هي في الغالب انا بقول لك في ناس بتحب توقف الباك العكسي لجوه شويه ما يطلعش في نفس الخط. فالشوط الاولاني نتيجه طبعا هايله 2-0، لكن الاداء لابد من سيطره وهدوء اكتر من كده وتنويع في الاجناب وفي الهجمات وحتى في الاختراق من العمق. ولازم انا شايف انه مجدي قفشه ممكن يبقى ليه دور في الشوط الثاني. الشوط الثاني طبعا ان شاء الله. طيب عايزين ننوه ان الفتره الاولى او الشوط الاول في نهائي البطوله العربيه بين النادي الاهلي والكويت الكويتي انتهى بفوز النادي الاهلي 19-16. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لاحراز اللقب المره الثانيه على التوالي. كابتن بلال، شفت الشوط الاول ازاي؟ شوط جيد من الاهلي. اولا المباراه انتهت اكلينيكيا تقريبا كده. اكيد خلاص، عشان كده بنقول شوط جيد للاهلي. يعني شوط جيد للاهلي هاتف، المطلوب انك تكسب. تمام، المطلوب في يعني انا بس ممكن ابقى مختلف شويه كابتن علاء معاك في الراي، لان انا بشوف ماتشات النوك اوت مهم انك تكسب، مهم انك تخلص الماتش وتصعد لدور ال 16. ده من وجهه نظري يعني. فقصدي الاداء الفني نتكلم فيه كتير، لكن النهارده لما تيجي تقول الاهلي بيلعب يعني بيلعب بسرعه، بيحاول اللعيبه تلعب من رجل لرجل باسرع شكل ممكن، ينقصوا بس حته امتى العب بسرعه وامتى العب وامتى اهدى رتم اللعب. يعني انت كل كوره عايز 1 2 3 على طول، عايز تلعب بسرعه جدا، عايز توصل لل 18 بشكل سريع قوي. في وقت من الاوقات محتاج انك الهدوء تهدى شويه. يعني في وقت ممكن اهدى، مش محتاج الحماس والسرعه دي على طول، عايز مايسترو في الملعب. عايز مايسترو في الملعب. ايوه بالظبط، تمام. زي ما الكباتن يعني اتفق مع الكباتن في الحته دي، انك انت محتاج الحته دي محتاجه لعيب تمام هو اللي بيحدد رتم او الايقاع بتاعك. هي. امتى العب بسرعه وامتى اهدى، امتى اسرع الريتم امتى اهدى الريتم. بنلعب من اتجاه واحد ناحيه علي معلول، يعني عشان كده مقللين الحته الثانيه شويه والملعب مقلوب شويه. هي. لكن انا عايز اقول ان واضح ان اللعيبه تمام واخده تعليمات، عايزه تنفذ، بس لسه انت برضو في بدايه الموسم، لسه هي. مش يعني لسه هي. مش قادر تشتغل، مش قادر تنفذ المطلوب منك. لعيبه عندها حماس شديد جدا. صح. غالب على الاداء الفني، هو ده اللي انا شايفه النهارده. عندك حماس زايد، لعيبه بتلعب بسرعه، بتعمل اوقات كتيره بيبقى في تهور من كتر الحماس الزياده. صحيح. برغم ان انت كسبان 2-0 تم، وكسبان هناك 1-0، ولكن واضح ان الحماس، واضح ان هم يعني عايزين، يعني بيبصوا لحته المدير الفني. احنا كل لعيب عايز يثبت ان هو الاكفأ والاحق بالمكان، لان انت في لعيبه برده كتيره بره، يعني في لعيبه منافسين كتير بره. شريف ليه منافس بره، عشان كده شايف ان هو برده حته الاستعجال قوي، يعني بيلعب حاسس انه بيلعب تحت ضغط، مضغوط النهارده. يعني الفرص اللي بتجيله ممكن يستغلها افضل من كده، ممكن يترجمها لاهداف افضل من كده، بشكل افضل من كده. صحيح. واضح انه مضغوط، يعني في اتنين بره قاعدين مستنيين فرصه، 20 30 50 45 دقيقه مستنيين فرصه بره. برونو سافيو
محتاج انه يبقى رتمه مع رتم الفرقه يعلى، لان هو المفترض ان هو المايسترو اللي بيزود وبيقلل وبيلعب وبيتحكم في الريتم هو المتحكم في قاع اللعب. هو المفروض هو حلقه الوصل او الربط ما بين اللعيبه الخط الهجومي والخط الدفاعي، محتاج اشوفه اكتر من كده في الملعب. لكن بشكل عام النتيجه مرضيه جدا جدا لفرقه النادي الاهلي. الشوط الثاني محتاجين بقى يعني نتقل شويه، نفك شويه، مش نتقل شويه، نفك شويه، اللعيبه تفك شويه، تلعب بمزاج شويه، تلعب كوره، كوره النادي الاهلي. ده اللي قصدي عليه. بالظبط، ماشي يا كابتن، هقول له كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. الشوط الثاني هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.